برعاية محافظ محافظة أبيان دشنت المؤسسة الاقتصادية بأبيان معرض الخيمة الرمضانية، وذلك لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. نتقدم بالشكر الجزيل للأخ مدير عام المؤسسة الاقتصادية على الجهود المبذولة في إنشاء هذا المخيم الرمضاني لطائفة كبيرة من الفقراء والمحتاجين، وتكون بأسعار إن شاء الله مناسبة. درت اليوم أنا في هذا المعرض، إن شاء الله تكون الأسعار مناسبة، ونتمنى من جميع أبناء المحافظة أن يحافظوا على هذا المنجز وفي نفس الوقت الأمن والاستقرار. معرض الشهر الكريم الذي استقبل المئات من سكان المحافظة يحتوي على السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار منخفضة عن السوق تتناسب مع دخل المواطنين، فهل سيلبي معرض الخيمة الرمضانية آمال المواطنين في تخفيض الأسعار بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة والمعاناة التي خلفتها الحرب بأبيان؟ هل سيكون هناك فارق في السعر بينكم وبين السوق؟ طبعا هذه الجهود التي بذلناها وتعبنا من أجل إنجاز هذا افتتاح هذا المعرض الأول في محافظة أبيان في العاصمة زنجبار، إلا للتسهيل على المواطن، وبالأكيد سيكون فارق بين السوق وبين المعرض الرمضاني للمؤسسة الاقتصادية. جبنا معرض المؤسسة الاقتصادية للخيمة الرمضانية، ونتمنى من قيادة المؤسسة بتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع مستويات المواطنين في محافظة أبيان لحالة الفقر الشديدة بعكس الأسواق، ونلاحظ أن الأسعار فارق بسيط، ونتمنى تخفيض الفارق إلى مستوى أكبر حتى يكون الإقبال أكثر للناس وتوفير المواد الغذائية خلال الشهر الكريم. ومع افتتاح أبواب المعرض توافد المئات من سكان المحافظة للتزود بالمواد الغذائية لاستقبال شهر رمضان الكريم، والذي سيستمر في توفير المواد الغذائية بأسعار منخفضة إلى آخر أيام شهر شعبان.